يابا قالت لي يا زين يابا قالت يابا قالت أنا حابة ما عرفت شو عملت شي زيادة بس أنا حبيت أنا مبارح أكيد عم تسألوا أنا مين؟ أنا بروفيسورة بكشيشة. أنا بعرف مين اتخلق قبل، البيضة أو الفرخة؟ أكيد الديك طبيعي يعني. الأمازون أنا عملت فيه فتحة حتى يهوينا باختراعاتي. حتى حبيبي بعرف قدي من مرة بيفكر فيها باليوم، بيفكر 35 مرة يعني 245 مرة بالأسبوع يعني 7630 مرة بالشهر. طبيعي هيك العبقريين بيفكروا. أكيد هو بيتعب نفسه بيكلف نفسه. أكيد على سيرة التكاليف عملت اختراع كتير جديد يخلي كل الناس تنبسط وما بتكلف حالها. هيك حبة صغيرة بتحطها بالميكروويف بتصير فرخة تاكلها بالهنا والشفا. هلا رح نجرب كيف رح يصير الموضوع. يلا اشربي مي جنب قليلة كاملة مية قليلة كاملة. شو هالتبغير؟ أصحتك مشانك اشربي مية. أنا آخر مرة شفت أنينة هيك. طب أنت ضيعتي نصها بروفيسور. بالراحة بس بالراحة. حرام عليكي كتير هيك. مو كتير ولا شي يعني مشانك مشان صحتك يعني. مشان تروقي قلبي. لا ما تفتح التلفزيون جنيتي. عادي ما افتح التلفزيون رح يقولوا رح يقولوا عندك بروجرام رح يقولوا عنك شيء كثير حلو وشيء كثير بجنن مثل العاده. شو رح يكون برنامج ربع ساعه غير الفواصل وغير الفاصل الاعلاني وبكون ربع ساعه دقيقه بدولار يعني 15 دقيقه ممكن يكون يعني 15 دولار. جنيتي بتخسرينا كهربا. والله جنيتي. انتي معي ولا معهم؟ معك اكيد معك بروفيسور. انا مساعدتك اكيد. بالراحه بس بالراحه اقعدي. طب شو رح يقولوا يعني؟ شو هالكلام المهم اللي رح يقولوه؟ بس اكيد مش مثل كل مره يعني. بعرف انه كل مره مزفتينك بس هالمره اكيد حلو رح يقولوا كلام يعني مثل ما بيقول المثل التونسي. خلي يقولوا ايش يهم. بتعرفي شو فيها غنية هاي؟ لا ما بعرف. غنية والله؟ ايه غنية. شو بتعرفي تغني كمان؟ اوكي. انت بتشكي بقدراتي؟ لا اكيد لا عيب. طيب يلا اسمعي. عم بسمع. خلي يقولوا واش يهم باللي يشكر ولا يذم. خلي يقولوا واش يهم باللي يشكر ولا يذم. خلي يقولوا واش يهم باللي يشكر ولا يذم. اشي هم قالوا فينا كلام كثير ما تسمعش كلام الغير.
قالوا فينا كلام كثير ما تسمعش كلام الغير، لا يخلي واحد في خير ولا يخلي وفرحة تنتم. أشيهم 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 أشيهم. تعالوا 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 شيلوها وقت. تعالوا فصول بالراحة بس بالراحة بس بالراحة بس بالراحة. قلتلك ما تستعمل المي. مشانك مشانك تفوقي. ما تستعمل المي حرام عليك. مشانك تفوقي بس. شو مالها؟ شيلها شيلها كل مرة عادي يعني ده لازم استحمي لازم. خلاص حرام خلاص خلاص. بس موتي شوي. شيل يلا. بس كل يوم عرفتينا. عرفتينا. عرف تبعكم. بوظت شو اسمه غنيتي؟ خلصت؟ شيل شيل الطاولة شيل الطاولة. خلصت؟ بتغني؟ أنا بروح شيل الطاولة على طول. أنا نسيت. شيل الطاولة. أنا بفوت أنا بفوت. هبلت أنت؟ فوتي قبل برافان، فوتي قبل برافان وتضلي واقفة. رامي موقف هيك 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 أنا هيك اللجنة هون أنا هيك وأنت هيك. شفتي؟ صبي.